السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم الشباب؟ إن شاء الله بخير. وياكم علي العراقي. اليوم أقدم لكم لعبة جديدة، ميكا. لعبة عبارة عن ذكاء، يعني يحتاج إلى ذكاء بس، وهي تصفي الذهن مثل ما يقولون، يعني تريح رأسك بالموسيقى. هالمراحل بالبداية أعلمك شلون تتحرك. هاي بصباك عشان تحرك، تفر بالشاشة والأدوات. تريدي الرسومات يعني تحرك، خليه يعبر عن الجهة الأخرى. وكده اللعبة تصير أصعب في كل مرحلة، يعني مسويها حشاش مضبوط بس كلش حلوة شديدة. ميكا لعبة مجانية، حاط الرابط في الوصف.